السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحنا شغالين في الريفت ساعات بيبقى فيه خطوط فوق بعض، فالأداة دي بكل بساطة بتعمل لها مسح، بتعمل لها برش لو في حاجات معمول لها دبل كيد هو بيمسحها على طول. مجرد ما تقطع الأداة بيقول لك إن هي ممكن يعمل ديليت للخطوط الدبل كيد، اللي يقدر يلغي الخطوط الأصغر من 10 مليمتر ملهاش لازمة. ممكن الموديل لاين يحولها لديتيل لاين، بتختار ايه الحاجة اللي انت عايزها، ممكن تختار التلاتة وبضغطة واحدة يعمل لك التلات حاجات.